اي مطلب من المطالب من مطالب الشعب لحد الان اتنفذت ما عدا خلع الرئيس. خلع الرئيس معناها بعد ايه؟ نظام جديد، عداله اجتماعيه، حريه، كرامه، اين حق الشهداء؟ طيب في رايك الجماهير تحركت لحمايه الثوره من من؟ الجماهير بحسها القوي جدا وبكل ما يقال احست ان هناك بطء شديد جدا من المجلس العسكري للقوات المسلحه. الجماهير ليست ضد المجلس وليست ضد احد بعينه، وتعلم تماما ان الجيش المصري هو اللي حل ثورتها، ولكنها تطالب المجلس بصفته سلطه سياسيه، وتطالب هذه الحكومه ماذا قدمتم للشعب بعد 6 أشهر؟ ماذا قدمتم للشعب بعد دم الشهداء؟ ليس هناك قصاص عادل حتى الآن، وليست هناك محاكمات، ليس هناك وزير المالية. يعني دلوقتي في تحت أين العدالة الاجتماعية؟ إقالة وزير المالية، إقالة وزير الداخلية. هل لا يستطيع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته سلطة سياسية أن يحمي هذه البلد وأن يحافظ على الانفلات، يعني يحافظ ضد الانفلات الأمني؟ الجماهير حست بخطر، وان الانفلات الامني على المجلس الاعلى والحكومه مسؤوليتها. ليس دور المجلس الاعلى والحكومه ان تصدر بيانات لتقول لنا هناك بلطجيه، هناك مؤامره على الشعب، هناك مؤامره على الثوره. نعلم ذلك ان هناك البلطجيه والمؤامرات الخارجيه والداخليه ومن النظام اللي فات منذ اول يوم في الثوره وقبل الثوره. من المسؤول؟ من المسؤول في الحكم الآن على أن يحافظ على الاستقرار؟ قدم شباب الثورة ولجان حماية الثورة في كل الأحياء المقولات الكثيرة لوزير الداخلية، علي أن يطهر القيادات العليا، علي أن يخرج دفعات من الشرطة. الآن فقط وبعد 6 أشهر يصدر يعني أقاويل امبارح على لسان وزير الداخلية هنطهر. كنت فين؟ العدل البطيء ظلم، البطء في المحاكمات، الافراج عن القتله مما يؤدي الى انهم يفرضوا على اهالي الشهداء انهم يعني ياخدوا ديه ويمضوا يتنازلوا على القضيه. كيف؟ على فكره الدم غالي والدم المصري غالي، ومحدش هيفرط في الدم المصري، وكفاكم تجاره، كفاكم تجاره بشعب مصر وبدم مصر. المسؤول على الاستقرار هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه، والشعب يقولها قوية ويحملها للوزارة. إذا لم تصص يا دكتور عصام شرف أن تقدم ما قلته في ميدان التحرير من حماية الشعب، من عدالة اجتماعية، من علاج، من صحة، من إسكان، من كل حاجة، عليك أن تستقيل وتقول أنني لا أستطيع لأي سبب من الأسباب. قد يكون السبب والمجلس الأعلى. هل تتوقعي أن يبدأ الليلة اعتصام ضخم في الميدان؟ حقيقة وأقول لك، يعني أنا يمكن يقول علي عاقلة جدا جدا، جلسنا مع الشباب وجلسنا مع كثير من القوى وقررنا أنه إذا خرج إلى ميدان التحرير 2 مليون، وإذا خرج في مصر الملايين، وأعتقد في حرارة يعني حرارة شمس تفوق 50، حينما يكون هناك 500,000، معنى ذلك أن الملايين ستجيء. إذا جاءت الملايين وطلب الشعب أن يعتصم من أجل حقوقه، لا يستطيع أي قوة من القوى أن تقول له لا، وعلينا أن يكون في مقدمة الصفوف مع الشعب. والشعب إذا اعتصم فهو يعتصم للحفاظ على ثورته ولتحقيق مطالب ثورته. دكتورة كريمة الحكماوي الناشطة السياسية، شكرا جزيلا لك، وعودة إلى استوديو خيري مع المشاهدين. كلام جميل. أكيد. الدكتورة بتقول لك إذا الشعب، هي واضح إن في ملايين في مصر النهاردة، صحيح. إذا الشعب أراد إنه يبقى اعتصام يبقى اعتصام، ده إرادة شعبية، لا في قوة تقدر تقول له لأ امشي أو اقعد. أكيد طبعًا، وده يعني أمر زي بقول لك جزء من جمعة الحيرة زي ما قلت لك، لأنه حتى الاعتصام مش مقرر، مفيش حاجة مقررة النهاردة، كل المقرر هو التعبير انفعال شعبي عن عدم الرضا، نعم، لكن مش الرغبة زي ما كان من كام جمعة ثورة غضب، لا ده عدم رضا المرة دي. طب نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ لغاية دلوقتي أنا الحقيقة متفائل بوقفة النهاردة، لأن ربما يبقى عدم الرضا ده اللي جاي بقى من ملايين، مش القاهرة بس، نعم، كل المحافظات تقريبا، دافع قوي أو ضغط أقوى على القوى السياسية عشان تبدأ هي في الكلام الجد حوالين خطة الطريق جد، وحوالين
توافقات جد وحوالين حلول وسط تليق بالبلد دي وبالثوره دي، لكن ترك الامور لاختلافات العباسيه، وانا بقول العباسيه اللي بتدور بيننا دلوقتي كقوى سياسيه، والناس زهقت على فكره مننا في التلفزيونات، والله والله زهقت. انا عارف والله، انا بكلمك صحيح، انا بطلع على استحياء، انا زهقان، انا زهقان من نفسي شخصيا يعني، بتكلم جد، خاصه انه الثوره دي على فكره، وده الامر اللي قلت لك عايز اقول لك يعني ما تخلينيش انساه. انت فاكر اول شعار كان ايه؟ انا فاكر كويس جدا، كنا فاكرين يوم الثلاث عيش حريه عداله اجتماعيه. عداله اجتماعيه، فين بقى العيش وفين العداله الاجتماعيه في الجمعه دي؟ كلها حريه. انا ما شفتش جمعه واحده اسمها جمعه المكرونه ولا الرز ولا الزيت ولا التعليم. بس النهارده برضه بيقولوا الفقراء اولا، على استحياء دايما الفقراء بقوا تعبانين برضه، ده الفقراء هلكوا. الثوره دي يا استاذ، انا بقول هذا الكلام وهو كانوا في كل مكان، لم تدخل بعد البيوت الا على الشاشه دي، مفيش بيت لسه دخلت الثوره، الثوره لسه في التلفزيون بس، لا دخلت جيب ولا دخلت بطن ولا دخلت معده ولا دماغ ولا دماغ ولا تعليم ولا صحه. كل اللي حاصل ان الموظفين او الفئات اللي بنسميها الاحتياجات الفئويه دي حاولت تلحق لها من الطيب نصيب بطريقتها، لكن ما حصلش. واحنا نرجع بقى بالتاريخ، ما دام بنتكلم على الثورات، ايه اللي خلى الراجل اسمه عبد الناصر ده يخش القلوب والبيوت؟ يوليو 52 الانقلاب او الثوره زي ما تسميه، سبتمبر 52 تحديد ملكيه الارض الزراعيه وتوزيع الارض على الناس. دخلت البيوت. لغايه دلوقتي العيش والحريه والعداله الاجتماعيه او الكرامه الانسانيه غايبين عن الثوار. وبالتالي مصر فيها نسبه فقر زادت بالتاكيد بالتاكيد بعد الثوره. مش هدخل بقى في جدل اقتصادي الثوره السبب طبعا ولا ده السبب، لكن بالتاكيد الاوضاع والثوره لو هي السبب فده طبيعي برضو ان طبعا الثوره لابد ان احنا نمر بمرحله كده. فين بقى جدول اعمالنا علشان نتجاوز ده والناس دي عشان اللي قاعد قدام الشاشه يشعر ان خير رمضان والراجل ضيفه ده بيتكلموا في حاجه هو فاهمها، انما حكايه الدستور وقانون الانتخابات الناس هتيجي بقى دور النخب هتسرح منك وبدات تسرح. وانا قلت لزملائنا واصدقائنا واخواتنا وابنائنا، مش عايز اكبر نفسنا قوي، من شباب الثوره اوعوا ترتكبوا اخطاء الاجيال اللي سبقتكم، اوعوا تدوا انطباع للناس اللي كنتوا محترفين، ليه؟ هينعزلوا عنكم. اوعوا تصعبوا عليهم المساله، ليه؟ لانه هيحسوا انه الله هي السياسه دي ليها ناس احنا مش بتوع سياسه. لا، قربوها لهم. السياسه يعني ابنه بكره مش محتاج مدرس خصوصي في البيت، السياسه يعني حقه هيقدر ياخده من رئيسه في العمل بالقانون، السياسه يعني الواد ابنه ده وهو فلاح ما عندوش غير قراطين لما يقدم في كليه الشرطه مش هيقولوا له مرفوض كشف هيئه تعالى بس والدك وعمك دي السياسه إيه؟ فانت قربها له، لان في الاخر الثورات دي كلها معموله ليه؟ سعاده البني ادم. بالظبط، البني ادم ده هو بقى مش بس النص مليون او المليونين او الثلاثه او اربعه او العشره اللي في الميادين، ده بقيه التسعين طبعا. ولازم الناس تحس يعني ايه فساد سياسي، يعني هو انعكاس على حياته على السعاده دي، على السعادة. انه يتعلم كويس، انه يلبس كويس، انه يتعالج كويس، انه يحس بكرامته الادميه لما يدخل اسم شرطه، كلها مجموعه حاجات. ولذلك انا بدعو الجمعه من دلوقتي، يا ريت اخواننا يسمعوني فيها، احنا مفعول الانسان بنتكلم كده حاجات كتير، يقول لك حق مش عارف الاقتصادي، حق انا مسميها في مصر حق الستر. الكلمه دي اللي ما تترجمش، مش ترجمه خالص، بس المصري يشعر بيها. الستر ده ابو دخل 300 جنيه لو حاسس انه مرضي بيبقى مصروف، وابو دخل 300 مليون بيجيله نفس الشغل. انا بدعو لجمعه الستر. جمعه الستر ندعو فيها لتوفير. هيقولوا لنا جمعه تاني تخلينا نشوف الجمعه دي تؤدي اغراضها. اصل دي الجمعه اللي بجد. ما هي الجمعه دي بجد برضه. لا، الجمعه اللي تؤدي لنتائج مباشره تخلي المواطنين يطلعوا يقفوا جنبك. طيب اخيرا بس. اخيرا عايزها في رسائل. هذه الجمعه توجه رسائلها الى مجلس الوزراء. لا، عايزين قرارات حاسمه. بما فيها وزارة الداخلية وخلافه، المجلس العسكري، إن الناس عايزة تشعر بخريطة طريق حقيقية فعلية تتنفذ. للمتظاهرين، حافظوا على ثورتكم. للقوى السياسية، اعقلوا اعقلوا لوجه الله القوى السياسية، ولموا الدور ولموا نفسكم. المسألة مش مستاهلة الخناقة، التفاحة لسه ما عادش من الشجرة، ده لسه فوق، عايزينها تستوي، خلوها تستوي عشان نعرف نقسمها، انما كده هتبقى نيه قوي ومره قوي علينا كلنا. اشكرك جدا، نورتني.
هنطلع فاصل وهسيبكم مع مجموعة تقارير ولقطات عاملاها زميلتنا رحمة في ميدان التحرير، ونتابع معكم من ميدان التحرير ومن محافظات مصر ومن الاستوديو الخاص بنا في الميدان الذي يشاركنا فيه زميلي الشاعر والمناضل عبد الرحمن يوسف، وينضم إليه بعد شوية الشيخ مظهر شاهين إمام الثورة.